الاجتماعية لغير الأجراء كازنوس تاريخ 30 سبتمبر آخر أجل لدفع الاشتراكات السنوية للفلاحين والاستفادة من الإجراءات الاستثنائية التي سطرها الصندوق، ولعل أبرزها الاستفادة من الإعفاءات من الضريبة على تأخر. المزيد في سياق تقرير جلب الحاج. 30 من سبتمبر هو تاريخ آخر أجل لتسديد الاشتراكات السنوية للفلاحين لدى كازنوس، تاريخ تم تمديده لأول مرة مراعاة للظروف الخاصة بالقطاع. دونك يوم 30 سبتمبر هو آخر أجل بالنسبة لدفعة الاشتراكات نتاع الفلاحين. ذكر بلي كانوا الفلاحين من قبل ولا كل غير الأجراء كانوا يدفعوا المستحقات تاعهم حتى 30 مارس. بعد مددنا إذا الوقت باش يدفعوا الاشتراكات بالنسبة لكل غير أجراء حتى 30 جوان، وبالنسبة للفلاحين حتى 30 سبتمبر. نعرفوا بلي المداخيل تاعهم تكون خاصة في الموسم تاع الصيف. إذا كلهم نطلب منهم باش يجيو قبل 30 سبتمبر باش على الأقل يكون عندهم إعفاء بالنسبة لضريبة التأخر. امتيازات وإعفاءات مغرية يستفيد منها الفلاح لدى انخراطه في كازنوس، من أبرزها إعادة جدولة الاشتراكات حسب الحالة المادية والمعنوية للفلاح، وإعفاءات من الضريبة على التأخر قد تصل إلى 100%. وحتى من الناس اللي ما قدموش اشتراكات تاع السنوات الماضية نقدروا ندير لهم جدول، ولكن لما يديروا الجدول تكون عندهم ضريبة التأخر. احنا نقدروا نساعدوهم، الناس اللي يجيو بصفات تلقائيه يعني ويجيو يقدموا الاشتراكات نساعدوهم يقدروا يديروا الطعن بالنسبه لضريبه التاخر، ونقصوا لهم حتى 50% بالنسبه لضريبه التاخر. شنو نقدر نقول لكل خاصه الفلاحين، هما ما كانش عندهم الثقافه هذه تاع الضمان الاجتماعي. كنا نشوفوا باللي في السنوات في 2000 2001 حتى 2005 كانوا الا 3% منهم يعني يجيو يديروا الانتساب نتاعهم على مستوى النظام الاجتماعي لغير اجره. حاليا طلع الرقم هذا حتى 18%. اشتراك الفلاحين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء ثقافه تعمل الدوله على ارسائها من اجل حمايه هذه الفئه والدفع بالنشاط في الميدان.